طيب بصوا، في حاجات لا أدعي إن أنا أفهم فيها، يعني بحتاج أكتر إن أنا يعني أستزيد أفهم أسمع. أستاذ بجامعة المنصورة حصل على جائزة أفضل بحث دولي في المؤتمر السنوي لجمعية دراسة التكاثر بالولايات المتحدة الأمريكية، The Society of the Study of Reproduction. كويس كده؟ The Society for the Study of Reproduction، ده كده الاسم المظبوط. مين بقى؟ دكتور حسام الشيخ. دكتور حسام الشيخ حصل على هذه الجائزة كأفضل بحث دولي في هذا المؤتمر السنوي لجمعية دراسة التكاثر بالولايات المتحدة الأمريكية. طب يعني إيه؟ وليه هذا البحث هو اللي فاز؟ دكتور حسام الشيخ معانا على التليفون. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف. إزاي ومتشكر الحمد لله رب العالمين، متشكر جدا للاستضافة حضرتك وبرنامج حضرتك متميز. تنورنا، واعذرني لو لقيت أسئلتي كتير لأنه أنا يعني مش من أهل العلم، فبحاول أفهم قدر الإمكان. لا لا لا، تحت أمر حضرتك وده شرف لي. البحث بتاع حضرتك يا دكتور حسام كان عن إيه بالتحديد؟ هو البحث في مرض مشهور في الخيول، هو اسمه التهاب المشيمة، واللي هو الغشاء المحيط بالجنين، وده ليه مرض مشابه ليه في الطب البشري او في السيدات، اللي هو برضو بيحصل التهاب لجزء من المشيمه او كوريو امنوايتس في الخيل، بنسميه بلاسنتايتس. فالمرضين متشابهين او قريبين لبعض جدا. البحث ده كان بيتكلم ان احنا بنقدر نعرف ايه التغيرات اللي بتطرا على المشيمه اثناء الالتهابات، وازاي بتؤدي في النهايه الى الاجهاض او ان احنا بنخسر الحمل ده، وما يترتب عليه من خسائر اقتصادية وخسائر معنوية للمربين أصحاب الخيول. ويمكن في سنة 2015 كان في دراسة بتقيم هذه الخسائر على مستوى العالم، فكانت الخسائر دي بتتراوح حوالي 45 مليون دولار سنويا نتيجة هذا المرض. البحث ده 45 مليون دولار على مستوى العالم. ايوه تمام. اوكي. والمرض ده ممكن منتشر في العديد من دول العالم من ضمنها الولايات المتحدة، وكان لي شرف ان الحكومة المصرية ارسلتني في مهمة علمية في سنة 2017 للولايات المتحدة لتسع شهور، وبعدها الحمد لله المعهد هناك اللي هو معهد جلاك لأبحاث الخيول مد بقائي هناك لمدة حوالي 4 سنوات. الفترة دي كلها كانت بتتركز على أبحاث اللي هي الخاصة بالتهاب المشيمة، ويمكن حصدنا الحمد لله العديد من الجوائز باسم مصر وباسم معهد جلاك، منهم كان في سنة 2020 جائزة العالم المركز الأول، جائزة العالم جيري رانيس برضو مؤتمر في أمريكا، وآخرهم السنة دي كان 2022 اللي هو مؤتمر البيست انترناشونال أبستراكت في مؤتمر جمعية دراسة التكاثر. باختصار شديد عشان لا أطيل على حضرتك وعلى السادة المستمعين، هو الموضوع باختصار ان احنا قدرنا نحدد ايه الانزيم او ايه الحاجة المسؤولة عن تنشيط عضلات الرحم اثناء الاجهاض، وبالتالي انا لو قدرت اثبط او اعمل انهيبيشن او امنع هذا الانزيم هقدر امنع انقباضات الرحم، وبالتالي لو انا قدرت امنع انقباضات الرحم اقدر احافظ على هذا الحمل فترة اطول، ساعتها ممكن يكون الجنين جاهز لعملية الولادة الطبيعية، وبالتالي لا يحدث اجهاض او لا يحدث خسارة للحمل. عظيم. طب ده في اي حضرتك قلت لنا في الاول انه ده مشابه بعض الشيء للي بيحصل ايضا عند البشر، هل نفس الـ لو صح التعبير وسائل الوقايه او طرق العلاج برضو ممكن تبقى مشابهه لدى البشر؟ هو يمكن ده سؤال جميل جدا، بس هنا طرق الوقايه في البشر هي بتبقى عدوى، عباره عن عدوى يعني في الخيل، عشان برضو اوصل الموضوع للطب البشري في النهايه، اللي عبارة عن عدوى بتدخل داخل عنق الرحم وبعد كده توصل للمشيمة تسبب التهابات في المشيمة، وبعد كده ما تسبب التهابات في المشيمة ده يتبعه انقباض في الرحم ويحصل الإجهاض. في الطب البشري برضو هي عبارة عن عدوى تصل إلى المشيمة، عدوى بكتيرية، وبالتالي تؤدي إلى التهابات برضو في المشيمة وتؤدي إلى الإجهاض. بس طبعا في الطب البشري نتيجة أن أنا عندي المريض، أنا طبعا يعني أتحدث على حدود خبرتي البسيطة، طبعا الطب البشري في أساتذة كبار يتكلموا عنه، بس في الطب البشري الموضوع أقدر أعمل له كنترول أكتر، لأن المريض اللي هيتم تشخيصه هيفضل موجود في المستشفى تحت متابعة يومية. إنما في الخيول الأمر أقدر أتابع الحالة لكن مش بالصورة وبالدقة وعلى مدار الساعة زي ما هقدر أعمل الكلام ده في الهيومن. لكن احنا اللي قدرنا نعمله او الناس كلها بتعمله دلوقتي ايه؟ ان هم مثلا انا دلوقتي ما اقدرش ادرس المرض ده
في الهيومن. يعني مثلا انا ممكن اعمل اندكشن للمرض، او ان انا اقدر اعمل موديل للمرض وبالتالي ادرسه في الخيل وبالتالي ارجع اطبق اللي درسته في الخيل على الهيومن، لان طبعا ما اقدرش اجرب اي تجربه جديده على الهيومن من غير ما اجربها الاول على حيوانات تجارب. طيب ايه اقرب حيوان عنده المرض المشابه ده؟ هو الخيل. يعني الخيل بيحصل عندها البلاسنتايتس او التهاب المشيمه مشابه تماما للكوريو امنوايتس. فانا ممكن اخد الخيل دي كنموذج بحثي، ادرس عليه الحاجات الاسئله اللي انا مش عارف اجاوب عليها في الطب البشري، لان ما اقدرش استعمل عينه بشريه لتجربه، لازم الاول اعمل التجارب بتاعتي. فلازم تحصل تجارب كتير، ممكن تبقى جزء كبير منها مبنيه على البحث بتاع حضرتك، بس تتعمل تجارب الناحيه الثانيه يعني، او على البشر، عشان نقدر نفهم المساله بشكل اكثر دقه ووضوح. انا بشكرك جدا دكتور حسام، كل الشكر دكتور حسام الشيخ الاستاذ المساعد بكليه الطب البيطري بجامعه المنصوره.